هي السعاده ايه اللي بايد ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ طب انا بستعين بالله سبحانه وتعالى، يا رب انا عايزه ابقى سعيده. جزء منا في الرد، في الحوار، في الكلام، في العطاء، ده عليا. ايه اللي مش عليا؟ اللي عند ربنا. هو انا ابقى سعيده ازاي؟ اما ابقى راضيه. وارضى ازاي؟ الا لما اشوف النعم اللي عندي. واشوف النعم ازاي؟ الا لما اعرف ان الله عز وجل راضي عني، واشوف الموجودات اللي ربنا امداني بيها. ما ربنا ما يديني بموجود امداني بيه، مش دي نعمه؟ اكيد. لك الحمد يا رب، لك الشكر يا رب. فانا محتاجه اولا ان انا اشوف النعمه دي عشان احمد عليها فيزيدني. ولئن شكرتم لازيدنكم، هتشكري ربنا هيزيدك. وبعدين لما احمد عليها فربنا يعطيني فيزيدني فرضا. لكن احنا ما بنعملش كده. انتوا عارفين احنا بنعمل ايه؟ الناس اللي عزوم ركزوا معايا، احنا بنعمل ايه؟ احنا للاسف بنشوف المفقود. واحد ملك شاف فلاح سعيد جدا، قال له ده فلاح وما عندوش حاجه. يقول الوزير بتاعه وسعيد ازاي يعني؟ الوزير قال له اخلي لك الفلاح ده تعيس؟ قال له قام جاي الوزير قال اعلن الملك انه هيوزع 1000 درهم ذهب على القريه كلها. وعطى القريه كلها 1000 ما عدا الفلاح اداله 999. فابتدى ايه؟ ابتدى الفلاح طول الليل، الملك صادق مش هيكذب، يدور على الدرهم. وطول الليل متنكد عليه بسبب درهم الذهب ما هوش لاقيه. فيعمل ايه؟ حزن. دور على الايه؟ على المفقود. ما شافش الايه؟ اللي موجود. هي دي مشكلتنا. يبقى ما عندك نعم، عندك اب، ام، حياه، ما انتش شايفه ده. نجحتي. بعد ما نجحتي ربنا يسرك، ما كنتيش فاهمه وبعد كده فهمتي. طلعتي والله ما بارك ربنا كرمك مثلا، وبعدين هتاخدي مثلا في الياس، هتاخدي في الصيف في بقيه الحج. ما انتش شايفه، انت شايفه المفقود فقط.